اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، يا رب، يا من لم يرد السائل ولا يخيب للعبد الوسائل، يا من لا ينكر فضله ولا يؤمن عذابه ولا يؤدى شكرانه، نتوجه إليك مضطرين ضارعين، وأنت القائل في كتابك الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أن تكشف عنا كل سوء وتكشف عنا كل ضر، وأن تقينا شر البلاء والوباء. اللهم إن كان هذا تأديبا لنا على ذنوبنا فإنا نتوب إليك ونستغفرك، وإن كان ما وقع تذكيرا لنا بنعمائك وإيقاظا لنا من غفلتنا فإننا نشكرك ونذكرك.